نشرة إخبارية جديدة، فأهلا بكم والبداية بالعناوين. نتيجة منع الميليشيات لحملات التطعيم تحذيرات من تحول مرض الحصبة في اليمن إلى وباء خارج عن السيطرة. الميليشيات الحوثية ترتكب 1500 جريمة قتل وتعذيب بحق الصحفيين خلال 8 سنوات. وإدانات واسعة بعد قيام ميليشيات الحوثي بتجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية البنكية. تفقد العميد الركن طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية سير العمل في منشأة مطار المخا الدولي غرب محافظة تعز، وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمستوى الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة في منشأة المرحلتين الثانية والثالثة، حثا الشركة المنفذة على بذل مزيد من الجهود لاستكمال إنجاز العمل في الوقت المحدد. وتشمل منشأة المرحلة الثانية الصالة والبرج، فيما تشمل المرحلة الثالثة توسعة المدرج ليكون المطار قادرا على استقبال الطائرات الكبيرة. في ذات السياق، تفقد العميد الركن طارق صالح كورنيش المخا، واطلع العميد طارق صالح على سير العمل في كورنيش المخا وحث الجهات المختصة على سرعة الإنجاز ليكون قبلة السياحة الداخلية في الأيام في أيام عيد الفطر المبارك. وتجول العميد طارق في ساحة الكورنيش والتقى عددا من المواطنين وتفقد أحوالهم. حذرت مصادر طبية يمنية من تحول انتشار مرض الحصبة في مناطق سيطرة الانقلاب إلى وباء لا يمكن السيطرة عليه نتيجة منع الميليشيات لحملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة. انتشار الحصبة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية خطورة بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة وباتت تشكل أمرا ربما يصعب السيطرة عليه، وقد يؤدي إلى الانتشار إلى كل مناطق البلاد. منع ميليشيات الحوثي حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة وتحريض السكان على عدم تطعيم أبنائهم تحت مزاعم أن اللقاحات مؤامرة دولية هو السبب وراء توسع انتشار المرض بحسب مصادر طبية. انتشار الأمراض في مناطق سيطرة الانقلاب أمر يتزامن مع تحذيرات الأطباء وموظفي القطاع الصحي في صنعاء ومناطق سيطرتهم من عواقب منع دخول اللقاحات ومنع تلقيح الأطفال، معتبرينها كارثة كبرى بحق الطفولة في اليمن. مصدر طبي في صنعاء بيّن أن معظم الحالات تأتي من محافظات صعدة والجوف والبيضاء، وهي حالات مصابة لم تتلقى اللقاحات بسبب حملات التحريض عليها في تلك المناطق، فيما يطلق سكان القرى في محافظة حجة نداء استغاثة لإنقاذ أبنائهم من المرض وتقديم المساعدات الطبية العاجلة والسماح بتلقيحهم، لافتين إلى وفاة 10 أطفال وإسعاف 15 آخرين إلى المستشفيات، فيما تبقى عشرات الحالات في المنازل نتيجة عدم قدرة أسرهم على نقلهم للمستشفيات. رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو دعا وزارة الصحة فيما يسمى بحكومة الانقلاب إلى توسيع نطاق أنشطة التطعيم، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات، وذكر أنه كان من الممكن منع وقوع الكثير من هذه الإصابات لو حصلت الأمهات الحوامل على الرعاية الصحية أثناء الحمل وحصل الأطفال على الغذاء الضروري وخدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب. وتعاني المرافق الصحية في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب منذ سنوات من تدهور كبير جراء إهمال القطاع وتجاهل حياة المواطنين، سيما مع انتشار حملات الميليشيات التحريضية بتجنب تلقيح الأطفال بحجة المؤامرات الخارجية. كشفت ندوة حقوقية بالأدلة والقرائن عن ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 1500 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال 8 أعوام. نظمت ندوة حقوقية لحقوق الإنسان نقشت فيها الانتهاكات الممارسة ضد الحريات والتعبير عن الرأي للصحفيين والمعنيين كالاختطاف والمحاكمات والإعدام، تزامنا مع انطلاق المفاوضات بشأن تبادل المختطفين والأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي. تم توثيق من 2015 وحتى 2022 أكثر من 1500 حالة انتهاك طالت صحفيين اليمنيين، وتمثلت بالقتل والشروع بالقتل والاعتقال والتعذيب وأحكام الإعدام على 4 صحفيين وتفجير وتدمير مقرات الصحف والمواقع الإخبارية والاستيلاء عليها.
عدا عن ذلك، استعرضت الندوة الحقوقية الانتهاكات التي طالت صحفيين من قبل الميليشيات الحوثية منذ عام 2015، وأشارت إلى رصد وتوثيق 51 حالة قتل تصفية مباشرة وقنص في مناطق الاشتباك، واستخدامهم دروعا بشرية، واعتقال 14 صحفيا، تم الإفراج عن 10 منهم، وظل 4 صحفيين يواجهون أحكام الإعدام، و103 حالة اختطاف، وإيقاف أكثر من 200 موقع إلكتروني و100 صحيفة، متطرقا إلى المعاناة الصحية والنفسية للصحفيين بعد خروجهم من سجون الميليشيات الحوثية. وطلبت الندوة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وإطلاق سراح الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام فورا دون قيد أو شرط، والتوقف عن الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحفيين في جميع محافظات اليمن. المرارة التي تمارسها الميليشيات بحق أصحاب القلم استعرضها صحفيان مفرجا عنهم خلال مشاركتهما في الندوة عبر الاتصال المرئي، واستعرض خلال الندوة قائمة بأعمال التعذيب التي مورست ضدهما في سجون الحوثيين، بينها الدفن حتى الرأس والجلد حتى الإغماء والصاق الكهربائي والسحل وغرس أدوات حادة في جسديهما بكل انعدام للإنسانية. أدانت الحكومة بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. بعد أيام قليلة من مهاجمة الخطوط الجوية اليمنية واتهامها بعرقلة رحلات للبلاد، فرضت الميليشيات الحوثية قيودا مشددة على الخط الرسمي الوطني للنقل في البلاد، وذلك عبر تجميد حساباتها في البنوك الخاضعة لسيطرتها. قيود ميليشيات الحوثي تضع رحلات مطار صنعاء التي استؤنفت بسبب الهدنة الإنسانية في إبريل الماضي في مهب الريح، علاوة على تهديدها بوقف صرف أجور الموظفين ونفقات التشغيل وتعطيل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية. الحكومة أدانت إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأشارت الحكومة إلى أن هذه الممارسات تؤكد إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على المضي في نهج التصعيد وإرباك أي خطوات لانفراج الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، كما دعت للضغط على ميليشيات الحوثي لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني في اليمن وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي. هذا وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية نفت اتهامات ميليشيات الحوثي لها بأنها قامت برفض تسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى الهند، موضحة أن اليمنية لديها الاستعداد الكامل لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وأي منطقة في اليمن دون استثناء. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. محافظة شبوة تشهد بطولة الدرجة الأولى للشطرنج. أهلا بكم من جديد. دشنت وزارة المياه والبيئة الأسبوع العالمي للمياه والبيئة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وخلال الأسبوع سيتم تدشين ورشات عمل وحملات نظافة وحملات توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه والبيئة. برعاية دولة رئيس الوزراء وتحت شعار كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، دشنت وزارة المياه والبيئة الأسبوع العالمي للمياه والبيئة بمناسبة اليوم العالمي للمياه. هناك مشاريع في إطار التمويلات الخاصة بمرفق البيئة العالمية الجيف 7 وجيف 8، هناك مبالغ
بحدود 33 مليون دولار حاليا، تمكننا من الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة بعد مؤتمر المناخ، وهذه موجهة لأغراض حماية التنوع الحيوي وكذلك التكيف مع التغيرات المناخية ولا سيما الفيضانات والسيول. هذا الأسبوع الذي سيكون فيه العديد من الفعاليات التوعوية والرياضية والبيئية، وسيشمل يعني كما تطرق معالي الوزير تنظيف السواحل وفعاليات ماراثون رياضية أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن في عدن بقيادة الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ المحافظة نسير بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحسين وضعية المياه. الأسبوع سيضم أنشطة عدة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه، إذ سيتم تدشين ورش عمل وحملات نظافة وتشجير ولوحات توعوية تعزز ثقافة المحافظة على البيئة. نحتفل مع الأخوة في وزارة المياه والبيئة باليوم العالمي للمياه، والذي يمثل يوما عالميا على مستوى الموارد المائية وتأهيلها. ونحن في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، كون بلادنا تصنف من أفقر الدول في توفر المياه وتعتبر من أشح الموارد نظرا لعدم وجود الأنهار. بدأ الاحتفالية في يوم المياه العالمي والبيئة كمان لما لها من أهمية عالية وكبيرة في الحفاظ على الماء وتوعية الناس بأهمية الماء والحفاظ على البيئة في محافظة عدن. لدينا محافظة عدن تملك الكثير من المقومات السياحية والجمالية، ولازم علينا نحافظ عليها، كما تمتلك كمية من المياه التي يجب أن نراعيها ونحافظ عليها كمان. تمثل هذه المناسبة أسبوع من الأنشطة والبرامج التي ينفذها وزارة المياه والبيئة بمشاركة السلطة المحلية طبعا كما ذكرت، وتتمثل في عدد من ورش العمل والندوات وحلقات النقاش التي تتعلق بالمياه وسبل حلحلتها ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المياه في بلادنا بشكل عام. اليمن يعاني من شح المياه كأزمة تتفاقم سنويا مع ارتفاع نسبة هدرها وشح وفرة الصالحة للشرب منها، وتشير تقارير أممية في هذا الجانب أن 17 مليون إنسان في البلاد يفتقر للمياه الصالحة للشرب، ومنذ سنوات لم تضع الحكومة استراتيجية للتعامل مع المشكلة، كما أن القات يستهلك كل مصادر المياه ما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع موجات الجفاف التي تمخضت نتيجة تغيرات المناخ. صالح نش، الغدو المجرى، عدن. شهدت محافظة شبوة بطولة الدرجة الأولى للشطرنج تحت مسمى فقيد الرياضة خالد صالح حسين بمشاركة 14 ناديا يمثلون عدة محافظات يمنية. لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 8 سنوات تعود لعبة الشطرنج من جديد إلى ديمومتها ونشاطها، وتفخر شبوة وسلطتها المحلية وأهلها أن تكون هذه الانطلاقة من هنا شبوة التاريخ والحضارة والأمن والاستقرار، وبدعم سخي من محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير. البطولة تضم 14 نادي، كرة التحضير والاستعداد لها من قبل الاتحاد العام للشطرنج بالتواصل مع أندية الجمهورية، واليوم نشهد انطلاقها وبشاركة جميع الفرق، لم يتغيب أي فريق الحمد لله، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للشيخ عوض محمد بن الوزير حافظ محافظة شبوة الذي أولى البطولة اهتمامه وسعى أن تكون البطولة في شبوة. بطولة الشطرنج لفرق الدرجة الأولى المسمى بطولة الفقيد خالد صالح حسين انطلقت بحماس ومنافسة مثيرة بمشاركة 14 ناديا يمثلون عدد من المحافظات اليمنية، يتنافسون لعدة أيام في تظاهرة رياضية وشبابية تؤكد أن الأمل يبقى في تجاوز كل محن الحرب وتداعياتها. تقام بطولة الفقيد خالد صالح شطرنجية الأندية الجمهورية في محافظة شبوة، والذي يتنافس فيها 14 نادي شطرنجي من الدرجة الأولى، ونحن سعداء في اتحاد الشطرنج محافظة شبوة باستضافة هذه البطولة الذي تعد بطولة نوعية منذ عام 2014 آخر بطولة للدرجة
الأولى، وشرف كبير لنا في محافظة شبوة أن نستضيف مثل هذه البطولات. هذه تعتبر بطولة الجمهوري للأندية الدرجة الأولى، من يأخذ المركز الأول يكون في بطولة الأندية الدول العربية أبطال الدوري العربي، وكذلك بطولة العالم للأندية. فهذا يعتبر تطور كبير ويعتبر بالتدريج، يعني تشوف الدوري المحلي وبعدين ومن ثم الدوري العربي والعالمي، وتعود بالفائدة على جميع لاعبين الشطرنج. يجتمع هؤلاء من معظم المحافظات تغمرهم فرحة عودة لعبة الحرب الهادئة، فيما تقدم لهم شبوة كل التسهيلات لإنجاح أول عودة شطرنجية، وتفتح الأمل لاستمرار اللعبة وتطورها. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. نتيجة منع الميليشيات لحملات تطعيم الأطفال، تحذيرات من تحول مرض الحصبة في اليمن إلى وباء خارج عن السيطرة. الميليشيات الحوثية ترتكب 1500 جريمة قتل وتعذيب بحق الصحفيين خلال 8 سنوات. وإدانات واسعة بعد قيام ميليشيات الحوثي بتجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية البنكية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.